مشاهدينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سوق محافظة ديالى نقدم لكم بورصة الأسعار لهذا اليوم الخميس 16 من شهر ديسمبر كانون الأول 2021. مكان السوق، اقطع التصوير عفية أخوي. أي مكان السوق؟ قرب مديرية مرور ديالى. أيام العمل في هذا السوق الاثنين والخميس فقط، الاثنين والخميس، ويبدأ العمل من الفجر وحتى الظهر. كذلك موجود سيارات توصل لجميع المحافظات، كتب بيطرة موجودة، ونرحب بجميع المحافظات وعلى رؤوسنا جميعا. وكذلك نرحب بمشاهدينا الأحبة، لا تنسون اشتركوا بالقناة وادعمونا المقطع بيش لايك، مو بكيفي بلايك، نريد لايك. على راسي اخواننا حسن وابو سيف من جبله، اللي من توابع بابل، مو توابع بابل، هي سمعاني يقول لا للديم ولا للماوي، هي لا للحله، صايره بهالمصر ولا الوسط، صايره بالوسط. انت تقول الدابه تاخذها غالي، بس احنا رجعنا بابل. هسه انتم وقف، ايش جابكم لهنا؟ احكوا لي. احنا جينا على النشر مالتك، على النشر، على النشر مالتك، قلنا حلال زين. الجوبة شفتوها؟ ترينا بالجوبة، يا حلال خير من الله، خير من الله. اي نعم. اي تروحون من تاخذونها تمرون على البيطرة وتسلمون لي على اهل البيطرة وتاخذون كتاب. الله يسلمك. زين بيها ان شاء الله. خوش ان شاء الله. قول محمد احنا جينا على ماجد الطليحي. على راسي. واخذوا كتاب بيها وتوكلوا. على راسي ان شاء الله. تسلم. اشكركم. طيب خالي العزيز. احنا طريقنا على بغداد. لا لا منا منا. بس انتم اهم شيء تتفقون ويا البايع على شروط الجني. اي اهم شيء هاي. عمي رضاع نفس. اي تاكل لايلون. اي مريضة. هي مالتك؟ مالتك. مالتك. خوش. اي عيب. اعطيه رقماني حاضر. اخذ رقمك. اي عيب بيها اني حاضر لك. اي هاي بعد بالتصوير. هاي بعد صورة صوتية. اي بعد صورة صوتية. اي لا تخاف مني. زين. هاي كفيل. شنو وراها هاي؟ ها؟ وراها حولي. حولي. اجل. ثاني بطن؟ هاي ثاني بطن. ايش قد تعامل عليها؟ 2 الربع. مليون و750. 1.25 متر؟ ها؟ لا متر. هذا حمودي عيني. حمودي؟ هلا بحمودي. يا اليوم حمودي جاي من مدينة الصيد المدسية. عالراس. راسك سالم الله يحفظك اخوي. احكي لي الدسيم وين بالنسبه لمدينه الصدر؟ بالاخير؟ نادي بالاخير. ها بالنهايه. بالنهايه. بعد السده يعني؟ عافيه. على راسي. راسك سالم الله يحفظك. سلامنا لاهل الدسيم. اشكرك، عليكم السلام يا وصل. حبيبي. هاي العمله عليها 3 ملايين عامل عليها. شنو عندها دياس عايب؟ عندها دياس عايب؟ لا لا ماكو دياس يقصر؟ ابد ماكو دياس يقصر ولا شو. ليش واحد صغير هذا؟ لا لا هذا مرضوع؟ لا اي مرضوع. حط طاذن اثنينهن. شلون العمله عليهن؟ اثنينهن سوا كل وحده وحدها؟ الله دير بالك عيني. كل وحده وحد اثنين سوا عامل عليهن بستة اثنينهن. ستة اثنينهن كل وحده بثلاثه وبيهن مجال. خير ان شاء الله. الحلوه الاصيله بيش البكر؟ مليون و350. واحد و350 ماخذ الفحل؟ صار شهرين بحظ راعيها. شهرين بحظ راعيها. حلال نظيفه على كل عين. صباح الخير. صباح نور. هو النظيف يشتغل بالنظيف. الحمد لله. عيني موفق ان شاء الله. الله يسلمك. احكي لي احكي لي على النظافه. نظافه شلون تجي نظافه؟ هاي بنتها؟ هي بنتها، هاي ثاني بطن وهاي ثالث. هاي ثاني وذيك ثالث. زين. حلال نظيفه على كل عين. خوش. النظيف بيش؟ النظيف عاملنا جريب. لا بعيد. مال شرايه؟ 6.25 وبيه المجال. طقه واحده؟ اي 6.25 وبيه المجال. 6.25 وبيه المجال. يعني هذا الربع خليه يدلاعه. لا هم بيه مجال. ها ها وهم بيه مجال. خوش. هاي حجه 10 10. هاي ثلاث شروط ليش بنتهم وهاي حاطه. اي انمار مواصفات نحكيها. والله بحمد شروط الجني. شروط الجني. على كل عين. يمها يمها. الاعشار. الاعشار هاي حاطه تاكل 20 يوم وهاي عليها 8 شهور. 8. اي اي. زين. الان نضيفه على كل عين. نعم. والله على الله.
اي طالبين من بيت واحد ماخذها حلال حمري بس حلال ما شاء الله خوش حلال مداره لا لا اي الله يوفق الجناي طالبين غزيره واحد اللي اسميها محمد حسن هاي الله عليك سولف عمري احكي لي شيء هاي وراها فحل فراول هم ماخذ الفحل ما ادري بعد اللي اخذ من حظه والله قال شال عليها راعيها ضخمه خير ان شاء الله على كل حال انت مو شلون شلون احكي لي على الحليب شنو الحليب رزق لا استكان ما درة من الجرة عمي ها شلون درة من الجرة يابا درة من الجرة ايه اشبعها تاخذ حليب ما تشبعها ما تاخذ حليب انا خليتها الشقرة عليها ما تحلب ولا استكان تضرب علف طحين وخالف شو اسمه نابنا يا ميا حشيش جد الله وكلك خير جتنا هاي الروجة عمي اشبع لها شنطة علف طحين ونخاله لا ايش قال لك صاحبها قال ما انت استكان اي زين الله وكله كسبنا شبعان وضل خير من الله حليب وراها حكى على الشبع شبع تاخذ حليب ما شبع ما تاخذ حليب عمي زين واذا بخليها على الحلفايات على الحلفايات والله قدرت حليب ما بيها موت يلا ابو عباس عامل على هاي جد احطاف خلي يشتريها يلا ابو عباس يا الله لقاحه الغير كلها حلالك لا تجي 800 دفعت له؟ اي والله 800 هو بيش يريد؟ مليون ونص جريبين؟ لا واحد على ضعيفة اذا انت منطي 800 هو عليك يا الله من انت صحت لي والله العظيم ها ب 800 هاي وينك ب 800 ها؟ مو جافية مو تقول هاي لجبة من الصبح واقفين عليها فاخره نصبح واقفين عامل عليها من 700 صعدنا 900 وما يرضى يعطينا اياها بشد درجه اولي بشد درجه نصبح ايه ايش قد انطيتوه؟ مليون و900 وما يرضى يعطيها مليون و900 وما يقبل ينطيها هسه بيش تريدها؟ يا 9.5 وصلت 9.5 تبيع ب 9.5 ما ابي احلى هم ما يبيع ها؟ ما ارضى يعطيها 2000 وربع مو معلفين السلام عليكم السلام ما عدنا هم كلهن بعدك ما عادهن كلهن ها شنو هذاب بيش دي نعامل بثين وربع طاهي زد 500 عارفين بعد شوية يصير بثنين 30 خل نحملها عامل ابو عباس عامل واحد ونص بطيته ابو عباس يقول واحد ونص يخسر عيون حجي ابو واحد ونص هاي ثاني بطن يعاملون عليها بثلاثة وراها نثية؟ ايه وراها نثية وراها نثية وهذه عاملون عليها باربعة وراها حولية سمنتال حولية سمنتال هاي الحلوة بيش انا عامل باربعة العملة عليها هاي اربعة وبيها مجال بجيرنا والبطن اما جاي هم فاخرة بالحي قرى جولة ليش البراون؟ طعيني؟ عم علب اثنين مئة ونص العملة عليها وبيها السمك فادي تبي تسعر مليون 950 دفعت بيها؟ إيه أخوي دفع بيها مليون 950 بيش دن اثنين هن؟ ها؟ اثنين وربع العملة عليها عيني الله يبارك لي ها؟ وبيهن مجال 2.25 وبيهن مجال هاي مالت اخونا ابو ليلى اهلا وسهلا شلونك عمري الله يحفظك شلون تعامل علي هاي عامل 1700 ثاني بطن هي مو ثاني بطن مليون و700 وبيها مجال اي بيها نثيه وراها فحل فحل خوش شكل حلو حلو والحجه هذه العمله عليها 4 الا ربع 4 وحوليها عشار 4 وراها وبيها بيها 3 وهذا بنها 3 اشهر اي عشار 3 تنطيها على فحص اي فحص قرن هذا غالي قول لي غالي اي
هاي هذا ابنها، هذا ابنها درجة أولى. هاي نثية زين، ايش قد العملة عليها؟ ثلاثة وثلاثمية وبها مجال. هاي ولاد جديد، ايش وراها نثية؟ وراها نثية. هاي النثية الحلوة. شروط الجري على الحليب. ها؟ على الحليب نعطيها. على الحليب؟ اي على الحليب. بس قسم ما ينطون على الحليب، يقول لك رزق. على الحليب ما قدامنا. نجربه. خير من الله. شروط اذا ما حلبت 20 ترد. ايش ها 20 كيلو ما شاء الله. اذا 20 كيلو اذا ما حلبت ترد. كم بطن والده؟ اول بطن. هلا ما مال ما شاء الله موفقين. بشر اول بطن هذا الامان. جر اسحب 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 اسحب. والله قاعد قافز ابو هذا كله حلال الجني. شروط هاي شروط الذهب. شلونكم عيني انتم الله يحفظكم عيني بارك الله فيك. اثنين وربع. بيش هاي الهاشة مالتك؟ هاي الاستاذ ماجد. عمري بيش؟ والله سايمها ب 2800. جاي نطوني بيها 2 الا 50 مليونين الا 50 مليونين الا 50. شنو وضعها؟ ها؟ اشار؟ اشار طابه بشهر استاذ ما شاء الله. اي طابه بشهر. اي نعم. و 2 الا 50 هسه ذاك. نعم نعم. مشي بيها قال انا هم اريد استفاد منها. قلت احسون قول. طابه بشهر استاذ. نعم نعم نعم. انت شلونك؟ هلا ابو سلام. بيش هاي عيني؟ بيش بيش؟ 2 و300. قاسم من الباوية. شلونك قاسم؟ حبيبي. صور عين الاب قاسير. شبيهن شبيهن؟ صور هاي ما بيش شكل شوي. انت قلت المكاسير؟ صور تقول الساحة للبيش. شنو هالمكاسير؟ ليش مكاسير؟ شبيهن؟ خير من الله. هذا بالهم ضعاف جوع. ها ايه. يقول مكاسير؟ ايه عبالها مكاسير. بيش بيش ذني؟ هاي باثنين مليونين هاي. مليون يعني. وهذيك مليون. مليون. ايش هاي ام المليون شنو؟ هاي الجبة. 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 هذا حصان كوتشري. كوتشري يعني شمالي. بيش الكوتشري؟ اقول ب 250. مضرب هذا شنو هذا؟ شمالي شمالي. بيش تقول عليه؟ 250. 250؟ هم بمجال؟ بمجال قليل. يعني هذا مال استراحة توب. ايه. ها؟ ايه مال استراحة. بلاش 250 شنو؟ وإذا بي مجال يجوز يصير ب 200. يرهم؟ يابا يقول لك الكوجري ب 200. 200 ألف الكوجري. هذا صاحبنا الولد. هاي كلها أبقار الجني. بيش هاي؟ بيش بيش؟ ها؟ توصل 200. 200؟ لواحد و200. ها؟ هاي ابنها 200 جاي توصل. ما حصل ولا؟ هاي
ها؟ مطفين؟ وين بنتها؟ هاي بنتها. هاي بنتها. يا بيقول واحد وربع. عمك كيف هو؟ ها؟ شايف ألف خير. أنت مو تقول أبو عمار. يخسر بيها. ما يخرب حتى أكثر. ايه مصطفى الشمس خالص شلونها؟ خير والحمد لله، خير والحمد لله. الخالص عمو احمد اشكرك رحم الله والديك. سلامنا لاهل الخالص. عليكم السلام واصل ان شاء الله. عمري يخصك بالسلام. الله كل عمامك شمر من بيت جراد. كفو منك الاستاذ عبد العزيز. على كفو كل كفو. عمري هلا شلونك عيني؟ الله عمو احمد الله والديك. هاي كلها حلال الجني. أنا ما أعرف مين المن والله. خير إن شاء الله. مين عمري؟ عيونك. ما أدري إيش قلت لي محمد أمانة. أي والله السلام خاص لك من أبو زهرة. على راسي. أيوة. من يوم كان هو؟ من بازار. سلم لي عليه. هذا سلم. يوسف صباح الخير. صباح النور. شلونك عمري؟ زين الحمد لله. جايب لنا اليوم إيش جايب لنا؟ والله هاي حشوة. حشوة. أي. بيش الحشوة؟ أريتها بواحد ونص. إيش تقصد بالحشوة؟ وضح للمشاهد شنو معنى حشوة؟ المشاهد ما يعرف شنو حشوة. قسم ما يعرفون شنو حشوة. شنو حشوة؟ حشوة زمان جاموسة بعدها صغيرة. جاموسة بس شنو؟ اي صغيرة شوي. اي شنو شلون؟ بعدها زمان صغيرة بعدها. زعم بعدها صغيرة. زين زعم بعدها صغيرة. جرها خلي اشوفها. شوفها المشاهد بيش هاي تعامل عليها يوسف. والله يريدها بواحد ونص. يريدها بواحد ونص. زين خير ان شاء الله. شقد مصلة؟ المصلة 100 مليون ومية مصلة. زين سولف حمودي. بيش حمودي؟ هذا بربع. هذا بربع ما لك علاقة. وينك بربع ابو اسحاق؟ يا ابو 300. اي اي خوش ابو اسحاق. ابو اسحاق احنا نريد المصداقية. شنو بربع؟ هاي سوم عليهن مليون واربعمية وبيهن مجال. بيهن مجال هواي رحم الله على يا بس. هذا ابنها وهاي جاموسة. مليون وثمانمية وش قد؟ 60,000. وستين ألف. مليون وثمانمية وستين. مشتراتها. مشتراتها نعم. هي عارف. مليون وثمانمية وستين. مليون وثمانمية وستين هالموجود. هذه مطفل العملة عليها 2.5 وبيها مجال. مو سعر نهائي. هاي وراها حولية. راعيها يقول مصلة 2 مليونين. ايه هذا. هذا دافعين بيه. الله يبارك فيك. ايش قد دافعين بيه؟ 700,000. خير ان شاء الله. 700,000 دافعين بيه. اليوم شرفنا بحضوره ابو صلاح من النجف. عمري الله يحفظك. هسه ما جيت. عيوني هلا. كل خطوه بهلا. الله يبارك فيك. احنا نريد نقدم صوره، نريد نقدم صوره للي يسالوننا ويخابروننا. انت من النجف اجيت؟ هاي اول مره لو جيت قبلها؟ لا جاي ثاني مره. هاي ثاني مره. زين للي يسالنا حتى بعد من يعني هو يكتفي بعد رساله. رساله الرساله اللي عند اللي يسال على هذا وضع دياله شلونه. والله خير من الله امانه. العزوبيه احنا بايتين من بات لا فندق ولا شيء. بات بالبيوت. احنا ما مفتوحه عنا. يا احنا ما عندنا فندق. زين احنا بيوتنا بيوتنا هي بيوتكم ان شاء الله. كفو منكم. الله يبارك بيك ويحفظك. كفو منكم. احنا العراق من الشمال للجنوب اهلنا. هاي واحد. واحد واخوتنا ودياله هي عباره عن مكون واحد. عشيره وحده دياله. عراق مصقر. نقول عراق مصقر. ايه تجمع كل الطوائف وكل القوميات. ديال عراق مصقر وكلها وحدة. فعلا كلها ان شاء الله وحدة ونفس نفس الوضع ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك بيك. عليكم البركة. الله يعزك. بركة استاذ ماجد. وسلامنا منا لأهل النجف. الله يسلمكم. واللي جميع اللي شاهدنا. الله يعزكم. يحفظك. استر عليك. ممنون جدا. هلا ابن خالي. شلونك عمري؟ الله يحفظكم. ابو عبد الله صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ الله يحفظك. الله يسلمك. قلت عندك دارمي؟ اي والله. والله احنا هم نحب الدارمي. تفضل. والله خدمتك. اتشرف فيك وباهل دياله. الله يعزك. تفضل. الله يسلمك. تفضل. اكو واحد يحب له وحده. اي
فاحتار شلون يشوفها. اي اي فاجوا صعد بالكيه. أي. فمن شافها احتار شو يقول. اي قالها وجيسي وجيسي لما تديدك على قلبي وجيسي وجيسي كلاش الكوف عيونك وجيسي وجيسي سحبت اقسام وانا بطرق دي. الله والله عبيه. يقول طفى من العوز تنور ولا وي. اي طفى من العوز تنوري ولا وي مقالب عشت وي وقتي ولا وي ولا وي مثل شمعون خواني ولا وحش من الذئاب تحيط بي. يا الله عبي اخوي يا هالرايح لخونه. اي يا هالرايح لخونه. اي والسخونه عساهم مرض حمه والسخونه والسخونه وكل من يا بطاري يبرديه وانا خادم واشرف بهل دياله واحد من اصغر واحد اكبر واحد. الله يعزك خادم. حبيبي خادم. ممنون خادم. ممنون, خادم. ممنون 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 ابو عبد الله الغالي. هذا عجل لك صابه ثلاثتين بسبعة. هاي يقول هذني عددهن أربعة زوجهن 3600. هذا كله حلال إصابة. هذني مال أخونا كاظم الباوي كل الزوج أربعة وربع ثمانيتين. هاي ربطة كاملة ثمانية أربعة وربع زوجهن. لحد هذا هاي الزوج مدفوع بيهن سبعة ونص. هذا اللي بصف الأخ هاي علي على هذا من الزوج الاثنين. اي سبعة ونص صورت هني. نعم صح الحمد لله. انت شلونك احكي لي. والله على الله عيوني رحم الله والديك عيوني ابو حمد هاني. هذا العملة عليه 1,600,000 مصل 1,400,000. هذا نفس السعر. صباح الخير ابو مهند. 100 سلام. شلونك يا الغالي؟ ما شايفك انت بالجوبه. والله جديد على الجوبه مو قديم. جديد يعني شلون تريد تعلم المصلحه مثلا؟ والله اريد اتعلم وربطت وتورطت. هذا اشتريته ب 200. انت ماخذ 1,200,000 وهسه جاي يوصل 1,200,000. زين انت ربطت. هاي هم رساله لجميع الرباطه. انت ربطت بباكت زياده العلف. وهو العلف كان ب 12 و10 وهسه ب 30 وفوق 30. ايش قد الفرق؟ اي فرق يعني جهنم. ايه جهنم. ايه على راسي خسارة. عمري الله, الله يبارك بيك ويحفظك. على راسي. انت شلونك؟ طول عمرك. الله يحفظك. عمري على راسي. انت واهل الجديده كفو منك. عمري ابو مهند. الجماعه يقولوا انت قلت لي جديد على المصلحه بس الجماعه قديمين بس رقتها فتره ورجعت عليها. والله رجعت عليها. والله رجعك رجعك العنين عليها. حبيب انت من يا مكان؟ محافظه العراق. من محافظه العراق. خوش العراق صاير كله محافظه. صح كلامك صحيح. العراق من شمال الجنوب محافظه واحده ان شاء الله. انت شو اسمك؟ بكر. بكر عاشت الاسامي. حبيبي تمين مليون هلا بيك وبهل بهرز. هلا بكر. سلم لي على هل بهرز. حبيبي 1,400,000 مصل 1,400,000 خير ان شاء الله. هذا مصل 900,000. هذا الحلال السرحي مال رباط عمري. هذا بيش هذا؟ مليون ومية. هذا اني بيش العملة عليهن؟ 2.5. اثنين خير ان شاء الله. مليون وربع 1,300,000 دي يدفعون بهذا. ذاك ابو علي النافعي. كفو من ابو علي. ليتي ليتي شلونك عمري؟ ليش هذا؟ مالتك 1.25. مليون وربع. خير هذا مال ابو علي. بمجال. اي بمجال. خير ان شاء الله. لان هذا العجل بلادي من النوع من الدرجه الاولى الفريزي. مزوجين مخلل. ضرب بالفريزي. شلون شلون ابو مخلل؟ من النوع البلادي هذا مضرب بالفريزي. مخلل بلادي مضرب بالفريزي. حلال موصل 2,625 الزوج. انا
يوصلنا 5.5 5.5 اي والله 5.5 ما افتهمنا 5.5 يعني 2550 مشاهدنا الكريم زوج راهياتنا موفقين ان شاء الله اشكرك عمري الله يحفظك هاي اثنين هن هذا وهذا هذا 900,000 صورتك هذا بيش والله ذن اذا وصلت 2200 الزوج 2200 الزوج خير ان شاء الله السلام عليكم بيش هذني والله هذا اللي وصل 1.8 مليون و 8 2 1750 الواحد 750 اي مو 2 يعامل حاتم 2300 ذني زوجهن هذني اباكير ناعمه العمله عليهن 1,100,000 زوجهن خير ان شاء الله هاي الجماعه دا يشترون على 500 على 600 550 هذا الجنس هيجي ابو مناف صباح الخير هلا مرحبا شلونك صحتك عافيتك الله يحفظك شفتك جاي تجمع هذني الناعمات هاي الاباكير الناعمه ايش عجب هاي الاباكير انت متعود لا والله والله ما متعود لكن تلهي نفسي تلهي نفسك خير ان شاء الله ان شاء الله ايش قد هاي تربطين دوسه تشوف ها ما يجن لا يجن ها خير ان شاء الله هنا ويربطها ويصرف عليها حشيش وطحين وخامه ودبن ويجر الشعير ويذبلها هاي بست شهور تتفلش تصير بكر 900 ما تنط مليون ما تنط ما شاء الله يتعب عليه انت ابنه؟ ابنه هي ابنه على راسي الله يسلم راسك ابوك تشيلونه بعيونكم ايش عندنا غير الحجي؟ عافيه ايش عندنا غير الحجي؟ لان تعب عليكم مثل المي بالصينيه حاطين داري مداراه يا عافية اخوي والله اي هو هذا هو ما يقدر يقعد انا اللي هنا اتفكر ما اجي بس هو ما يقدر يقعد لا يجي. هو يريد يتلهى هو يريد يتلفى هي يتلفى يتلهى يتلهى اي ديروا بالكم عليه ايش عندنا غيره؟ اي الشايب هذا حيم على روسنا عافية اخوي في هذه اباكير ناعمه العمله عليها 1,300,000 قصه واحده وبيهن مجال وسعر نهائي بيهن مجال نعم هذا كله سوق الاباكير بيش بيش الاباكير بيش والله جيتوني 6.5 مليون 1,650 مليون 650 ذني الاباكير الكبيره صح عيني ابو باكم الشاخطين عيني اليوم جاي من ابو غيث صباح الخير صباح النور انا شلونك هلا بالاستاذ احنا ترى هسه بنص كانون نص كانون كانون الثاني نعم اليوم ايش قال 12 يوم 15 يوم 15 2021 قادر الهي 15 ماكو ها مرزق ماكو لويش مش مدرين لويش لويش هاي يا مربك على المن على من تمطر ليش على المثلين ذكر الزواج ذكر لا ستار يا رب اي نعم لو يضرب من هرمونات يسوي له مديوس صدر سوى نفسه نسية شنو هاي؟ شنو هاي؟ هذا بالشرق والدول الشرقية والغربية مو يمنا بالعالم الإسلامي. أهلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمي. إيه الحمد لله بالشرق مو يمنا أقول بالغرب. إي وصلت وصلت بالعالم الإسلامي عمي عندنا. نعم. صلات؟ إي وصلت من زمان وصلت همينة خافت بس تصير راح تصير علنان. أستاذ ماجد يا مطر المن علي من مطر. والله والنبي هذا اللي مال الذكر ما ادري شنو الزواج ذكر ويان قلنا بالشرق والغرب مو يمنا بالعالم الاسلامي احنا نبينا محمد نختخر الحمد لله مو يمنا همزه مو يمنا عم وصلت اقول له مو يمنا اقول لك وصلت مو تقول بالغرب انت انا اذا اقول لك انا ليش نقلدهم احنا نقلدهم احنا الاسلام ما وصلتنا نعمه لا وصلت اقول لك اي والله والنبي وصلت يعني انا مسمي اقول لك وصلت وصلت لو جار ما يدير باله على جاره قبل كان الجيران اذا راحت السياره وراح زياره الجيران شو يسوي؟ عينه على جاره عينه على من؟ على جاره اللي ينباقى وياذوه هسه لا والله هو جيرانه شيت شيت باقى يبوق لا ياذي مو لا مو. حق جار على الجار عمه هاي قبل الاسلامي هاي قبل عيوني مو هسه يبوق ياذيه هسه يبوق للجيران يعني ياذي شيت فوقه
اقارب بعد ماكو، ماكو تجارة بين الاقارب. ليش؟ لا 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 ابو النسل انقطع ما بيناتهم، ما ادري الماده تغلبت على البشر هسه. الماده اهم شيء عند البشر استاذ ماجد، اهم شيء الماده. الدنيا ما تخلى ان شاء الله من الطيبين. الا القليل. الامام علي عليه السلام ايش قال؟ وقليل من عبادي الشكور. الامام علي عليه السلام ايش قال؟ قال ياتي زمان على امتي سكارى حيارى. سكارى حيارى، ايه قبلتهم نسائهم، اي تزين الرجال بزي النساء، اي ودينهم دنانيرهم. هسه اكثر الشباب مو كبسله وحشيشه، ما ادري يسوي من نفسه ما يسوي، يقتل يقتل ويزني. يعني ايه يقتل ايه ويزني ومعرضه يسوي يزني من نفسه. اي مدى تقرا على شاشه التلفاز اشكال مو الولاع. دينهم دنانيرهم، احنا مختصر مفيد، اهم شيء عند الدينار. هسه قليل يحلفون كلام الله كذا ب 25,000 اعترافات والله. اعترافات القاعده مو 25 ديكت الرجل. شاهد حكيك صحيح، اعترافات القاعده مو 25,000 ديكت الرجل. اقول لك البارحه، البارحه يعني البارحه انا اشوف على الفيس ايه تقول له ملتقي ويا وحده عراقيه ايه؟ فنانه ما ادري شنو هي ايه؟ تقول له المخرج يقول لها ليله وياها ويصعدها عندها مقدمة برامج. والله هو هذا حكي يعني زين. الحياة وين؟ ماك حياة. أقول لك الدينار تغلب، الدينار تغلب على الغيرة. بخير مو الشمس عيون أستاذ ماجد، هذول النايمين بالملاهي ايش ما ادري القبلة وين، ايش وقت يوذن صبح لين نايم بالملاهي ويا الراقصات، ايش ما ادري القبلة وين وايش وقت يوذن. يا استاذ ماجد ترى الامام علي عليه السلام ما خلى شيء ما قال له. الله صحيح. لو هسه الشباب لا يحط له شوي شمس، هالشباب هاي ماكو هسه ايش حاط له؟ دا يقلد البنات، حاط له قراصه القدها، القدها براسه قلاده، قراصه قلاده. يعني لو خنافس يسوي قصيبه والبنيه عكس قاصه ولادي. لا لا وحده مزينه صفر، مزينه صفر لا لازم سكاستيتها. ها جاي يطلعونها بهال يا استاذ ماجد. يعني ترى على المنرزه شيرين عسل ما ادري اسمها، ندري على المنرزه. هذا مو حكي هذا، ها هذا مو حكي، هذا مو اسلام، هذا عمي انا داخل العالم الاسلامي كله، ما هذا مو حكي. اذا ما مضرت شلون، اذا الله اذا الله ما رزق استاذ ماجد. عيني ثروه الحيوانيه شلون استاذ ماجد؟ استاذ ماجد عيني الله ما رزق. اي احنا نطلب من الحكومه، اي اكو حلول، اي مثل ما سوى عبد الكريم قاسم، يروحون يستردون اذا ما عندهم حبوب، اي يستردون اذا يقدون الميزان. ابو غيب اذا يقدون الميزانيه فارغه تبادل سلع، عندنا لفوق انطي لفوق جيب. احنا نطلب من ربك أغاث نعم من الله، ودا أقول لك الله أرحم الراحمين، بس ما يمطر عليك الكولات، ودا أقول لك ما يمطر عليك الكولات. هي بس زي بيعدل الرزق العبد ما يقول، بس نقول للحواوين نطلب من الله للحواوين، لأن الحواوين ترى ما نستاهل. حواوين مات وماتك ما نستاهل، ما يمطر علينا أستاذ ماجد عيني. الحلول عند الحكومة، حواوين مات وماتك، الحلول عند الحكومة. أما تروح تستورد حنطة وشركة بيقول ما عندنا محليا ومطاحن موجودة، ويطحنون ويفروا بالسوق، ويقولون اما ولو ذا يقولون الخزنة ما بيها فارغة صفر. ايه تبادل نفط مكان حبوب مو ان شاء الله، كل شيء موجود ان شاء الله. وصلت بيد الحكومة يا عيني، رسالتك وصلت. يسوون بالحنطة ابو غيث اليوم مخير. اليوم اقول لك اليوم هجومك حارق خارق. ها اذا عندك واحد في واحد يسوي نفس النسية، ها مو هاي يقولون على اساس حريه شخصيه، يقولون حريه شخصيه سوي نفس النسية يا عيني. هاي 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 الاوبر هذا يسوي له صدر، لو دي يتحمر لو دي يتكحل ويحف يسوي نفسه ابن الويش. وهذا انت مذكر وهذا عمل، هذا كل من ومنبع، هذا ما نقدر نحكي به مو عيش يا عيني، مو لهالدرجه توصل لهالدرجه. ما عنده ابي حاسده، ها اب ما عنده، لا هذا حشاك انت ابو مثله، ابو مثله خلاص نفس الحط، نفس الحط عيني. هذا ما ينحكي عليه، ما ينحكي عليه ترى اللي محافظ محافظ
قول من حرف من حرف. ايوه احنا عندنا نقول هيجي استاذ ماجد بعضنا ترى يلمون المال حلال حرام جيبه من دورث الولده المدرسه ولدك انت غير بالحلال تورث اليوم خامو بالحرام وهذا واحد من الاسباب اللي نعم نعم هو من دور كلهم حرام خلي النتيجه هذه يعني ممنون 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 ممنون.